حبايبي جريد 5، تعالوا نشوف كده. احنا طالعين خدنا جريد 1 و2 و3 و4، ايه اللي احنا عايزين نطلع بيه عشان نبدا جريد 5 فيرست ترم؟ فانا قايل كلمه ريفيجن، تفتكروا احنا محتاجين ايه؟ محتاجين حاجه واحده بس اسمها بليس فاليو. حد فاكر الكلمه الجميله دي كان بيبقى معناها ايه؟ انا نسيت. يعني مثلا يا مستر، لو كتبت 21 قول كتبت 11، تفتكر البليس فاليو بتاع ال1 هنا زي البليس فاليو بتاع ال1 ده؟ طب ايه الفرق؟ وات از ذا ديفرنس؟ نسمع بعض. الله عليك، انتوا المجموع، انتوا الطلبه اللي طالعه ما كانوش بيقولوا لهم ده اسمه وانس، كنا الراجل ده بنقول عليه ايه؟ ريز يور فويس، يونت. يبقى هنا ال1 ده لما اقول لك البليس فاليو تقول لي يونت، مش كده؟ طب يا مستر كنا بنقول عليه كلمه ثانيه، حد فاكر غير وانس؟ احنا مش بتوع وانس. قال لي كنا بنقول عليه حاجه اسمها هول. ده الايه؟ شكرا. ها التو، تنس، تنس. طب ولو كتبت 3 100، ولو كتبت 4 شكرا، في مشكله؟ طب انت ليه عايز تفكرني بدول برغم ان احنا كمان هناخد حاجه تانية؟ تعالوا بقى نلعب مع دول. بصوا بقى اللعبه هيبقى عامل ازاي. اول هام انا مش هقول لك بليس فاليو، لكن انت علشان تشتغل الدرس اللي احنا عايزينه محتاج تعرف البليس فاليو. طب برضو ليه؟ خدوا بالكم معايا، لما اجي اكلمك السنه دي هكلمك باخر حاجه خدتها في السكند ترم السنه اللي فاتت، فهاجي اقول لك العلامه دي، حد فاكر العلامه دي؟ هسيبك تفكر. قلتوا لي بقى السيمبل ده كولد، كولد او ريد، يعني نقراه ابروكسوميت. فاحنا دروسنا هو الابروكسوميت. ايه ده يا مستر؟ ايوه حبيبي، ده احنا سمعنا عنه في السكند تيرم جريد 4. طب انا لما هقول لك ابروكسوميت، هقول لك ابروكسوميت واسكت، ولا اقول لك ابروكسوميت تو نيرست؟ نيرست ايه بقى؟ تعالوا نبدا كده الاول ونقول لما اقول لك انا عايز ابروكسوميت تو ذا نيرست مثلا تنس. خد بالك بقى معايا، لعبة كنا بنلعبها وكانت لعبة جميلة، بتقول لي بمنتهى البساطة أروح أدور على الديجيت، على الديجيت اللي في بيت التنس. مين يا مستر في بيت التنس؟ إيه؟ يبقى أنا لو أنا مش عارف البليس فاليو الدرس ده كله ضاع مني. فأول حاجة تعملها بنكتب أي نمبر بس تبقى عارف البليس فاليو بتاع أي ديجيت. فأنا بسألك الأبروكسيمت عايزه منين؟ تروح رايح تعمل اندرلاين للتنس وما لعبش معاها، واروح رايح للرايت ديجيت. مين الرايت ديجيت؟ شكرا. اهو الراجل ده هو اللي تلعب معاه. هتساله سؤال من اتنين، حد فاكر؟ انت ليس فايف اور بقى ها؟ ايكوال فايف، سوري، مور فايف اور ايكوال. تاني الراجل ده هسأله سؤال من اتنين، يا ترى انت less 5 ولا more 5 or equal مع بعضها or equal. تعال بقى نسأل الراجل الجميل ده، انت ايه؟ 1. يا ترى هو هيرد يقول لي ايه؟ less 5. قال لي طالما الديجيت في الرايت less 5 اعمله ايه؟ كنسله. طب اكنسله واعمل ايه؟ وبوت زيرو. يبقى لما يبقى ليس 5 لازم تقول لي الجمله كامله. ليس 5 هتعمل ايه؟ هكنسل وبوت زيرو. مش فاهم، اقول له اسمع بقى، يبقى ال 4 ماليش دعوه بيه، 3 ماليش دعوه بيه، 2 طب وال 1
انا كنسلته بس ايه بوت زيرو. يبقى انا كده عملت للنمبر ده ابروكسيميتد تو ذا نيرست تنس. يا مستر كل دروس الابروكسيميت هتلعب نفس اللعبه؟ ايوه. فيرست اروح ادور على البليز فاليو بتاع الحاجه اللي بيسال عليها. عرفتها؟ اندرلاين وما العبش معاه. بعد كده اروح لمين؟ هتقول له ايه؟ لسه تعالوا بقى نشوف مع بعض انتوا اللي هتطلعوا تحلوا. كل واحد فيكم اديله حاجه غير الثانيه. بس واحده واحده اديني حاجه ثانيه يا مستر بعد اذنك. بص كده معايا هكنسل ده وهعمل واحده ثانيه واقول لنفسي لو انا جيت قلت لك بص كده 5 9 9 5 عايز اعمل ابروكسيميت. بص بقى معايا ثاني المره دي الابروكسيميت بتاعي بص كده هلعب معاك في التنس برضو. اشمعنى المره دي برضو عايزه تنس؟ فين يا مستر البليز فاليو بتاع التنس؟ هتعمل له ايه؟ نروح لمين؟ مين هو؟ لقيناه ايه؟ وطالما ايكوال بقى المره دي قال لي بص بقى يا مستر طالما الراجل ده سوري ده ايكوال 5 يعمل ايه؟ قال لي هيعمل اد 1 يروح رايح للراجل اللي مستنيه. مين اللي مستنيه؟ الفايف. طالما ايكوال 5 هتعمل ايه؟ ات تعمل له اد 1. تعالى بقى نلعب. طب يا فايف بعد ما تعملي اد 1 هتروحي فين؟ بوت زيرو. ايه ده؟ يعني لما كنسله بوت زيرو ولما يعمل لي اد 1 برضه بوت زيرو؟ يبقى دي الفايف بقى مكانها مين؟ زيرو. والفايف عملت ايه للناين؟ اد 1. ليه؟ عشان هي ايكوال 5. يلا بقى 1 بلس 9 10 10 10 هنكتب ال 10 كلها؟ لا يا مستر هناخد 0 ونعمل كاري 1. ها؟ 0 الله 1 بلس 9 10 0 كاري 1 6. يبقى يا مستر النمبر دوت بقى ايه؟ اداني 6000 وده كده انا عملت ابروكسيميت تو ذا نيرست تنس. يبقى بنقول الابروكسيميت هيبقى معاك حاجه من اتنين. يا ترى انت هتدي ولا مش هتدي؟ هتدي ولا مش هتدي؟ لما يبقى النمبر سوري الديجيت اللي هو في الرايت ليس 5 اكنسل وبوت زيرو. طب 5 اور مور هيعمل اد 1 وايه كمان؟ برضه بوت زيرو. تعالوا بقى نشوف مجموعه من الاكسرسايز.